قوليلي لو حياه انتصار مسرحيه، لو روايه على المسرح، تنفع تبقى اسمها ايه؟ مسرحيه كوميديه مادية. هايل. يعني سخريه كوميدي فارس. بس عامله زي ايه؟ الكوميديا السوداء كده، زي ايه؟ نجيب الريحاني كده. اللي هو هم يبكي وهم يضحك، هم يضحك وفي عز ما الهم تلاقي نفسك بتضحكي. انا هبقى كده. انتصار ابعد ما يكون عن الاقنعه، بس اكيد في ولو قناع واحد بتستخدميه احيانا حتى لو حفاظا على مشاعر اللي قدامك. برستيجي، حفاظا على برستيجي، على مشاعر اللي قدامك، على انك تخبي حاجه مش عايزه تقوليها. بلبس ساعات قناع اللي هو اللي لا تعليق. عشان اداري قد ايه انا بحتقرك، قد ايه انت تافه. فبلبس لا تعليق. او اللي هو العادي. بس قد ايه انت بني ادم ارخص من اللي يعني. بس بتلبسي كتير؟ لبستيه لمين اخر مره؟ يعني واحد بيجي يتصور مثلا بيحط ايده على كتفي ما يعرفنيش. يقول لي معلش ثانيه يا فنانه. طب جايب الجرأه دي منين؟ يعني لو اختك ماشيه بتتصور مع اسمها جرأه؟ الوقاحه. هتسيب حد يحط ايده على كتفها؟ مامتك هتسيب حد ليه؟ انا هتحط ايدك ليه؟ انا مباحه يعني ليه مستباحه ليه؟ طب خلاص ما تضايقيش نفسك. يوم حد يده على كتفي برضه بس من بعيد. انت مصر بس اطلع في الصوره كاني حاطط ايدي على كتفي. ايوه ما كده خلاص. وانت من بعيد. انت مصر، دي وجهه نظرك يعني، وانت عايز تحققها برضه. ماشي. اعمل ايه في المواقف زي دي؟ لا تعليق. وش لا تعليق؟ لو حصل حاجه ضايقتك من حد قريب منك ممكن تلبسي له لا تعليق؟ قريب مني لا، هتكلم ده قريب بقى يعني اول باول لازم بتعاتبي لانه قريب، فانت هتشوفيه كتير في حياتك، فلازم اول باول تقولي انا مش هتعرفي تتعاملي معاه بعد كده. فلازم اول باول يعني تفهمي. او تعرفي طبعه بقى وتخرسي خالص بقى. خلاص بقى خديه على عيبه. خدتك على عيبه. يعني مش معقول كل يوم هتبداي تتكلمي.